قرر المستشار محمد خلاف رئيس محكمة جناح الغردقة بالبحر الأحمر حبس ممرضتين لمدة شهر بتهمة الإهمال الطبي في البلاغ المقدم لنيابة الغردقة الجزئية من الفنانة منة شلبي. كانت أحالت النيابة 2 من الممرضات للمحكمة الجنائية بعد إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم بعد انتهاء التحقيقات معهم في البلاغ المقدم ضدهم لقسم سني الغردقة من الفنانة منة شلبي بالإهمال الطبي لوالدتها أثناء قيامهم برعايتها في منطقة الجونة. كانت النيابة استمعت لأقوال الممرضتين في البلاغ المقدم لمأمور قسم سني الغردقة من الفنانة منة شلبي التي تتهمهم فيه بالإهمال خلال رعايتهم لوالدتها أثناء تواجدها بمنطقة الجونة السياحية بالغردقة. وأكدت الممرضتين في أقوالهم في تحقيقات النيابة إنهم كانا يتوليان إعطاء والدة الفنانة منة شلبي الدواء والعلاج في الأوقات المحددة، بالإضافة إلى القيام برعايتها ومساعدتها في الدخول للحمام والاستحمام، ولا دخل لهما بتدهور الحالة الطبية لوالدة الفنانة. ونفذت الممرضتين مسؤوليتهم في تحقيقات النيابة عن تدهور حالتها الصحية. كانت الفنانة منة شلبي قد حررت بلاغ بقسم سني الغردقة بالبحر الأحمر تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي خلال تمريض والدتها أثناء تلقيها العلاج والرعاية الطبية خلال فترة إقامتها بإحدى المنتجعات بالغردقة. وكشفت تفاصيل البلاغ إن الفنانة منة شلبي اتهمت الممرضتين بأنهم أهملا في علاج جرح والدتها الذي تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مية ساخنة على الجروح الغائرة بدلا من المياه الدافئة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والتسبب في حدوث تقيحات لها. وتبين من أقوال الفنانة منة شلبي إن الممرضتين تابعين لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة، واستعانت بهم الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة بمحل إقامتها في الغردقة، وتم نقل والدة الفنانة منة شلبي لمستشفى خاص لاستكمال علاجها.